يوقف خطر كالا شيران قاولت الحومه خطر عز الدين ايو مع طلا من اكس اكي اس سانك فروي بريمي هاك سماع ياو جيت نغني جيت نقول جيت نورق انا اليوم حل المهمه من مشاكل من هموم شحال قاصات علينا قبل ما نحلو علينا فهاد المدينه قبل ما الشياطين يطورو بينا يخرجوا علينا يلوحوا نفس فينا في الاخير نقدتنا غير المهمه غير المهمه الصبره ديما المهمه جنه واللي ما تيبغيها في قبره ما يتهنى يبقى ديما فرضا ممتوم يتسنى السخنة نزيل عليه وحتى المحنه فهمتي كانت ديما تخليني هاني ممرا سمحاتي وخلتني تنعاني كبرتني راجل ماشي اناني كانت منساني مخلينيش وحداني حياة عارفاني نجيب راسي مع البراني واخا باليوم درويش وراسي حاني معمرني يهزمني البراني معمرني يهزمني البراني ياو تانا بغيك مهمتي ونموت عليك ونموت عليك ولا يمكن لي نفرط فيك نفرط فيك مهمتي العزيزة كانت تتقاسي حتى تبر في راسي الشيب العاصي علمتيني وقربتيني باش نزيد القدام ماشي باش نوصف الشعور ناس الاعلام كنت باغي نوصف بالاحلام ولكن كانت غير هضره وكلام وانت عقلتي فاش كنت مريض وبكيت عليا سبب بلي هذا اخر نهار لي في هاد الدنيا مازال ربي طول العمر معاك انتيا يا احلى امه في هاد الدنيا فضلك يا العزيزه والغاليه عليا حتى خرجت وشفت البلاد المغربيه فضلك يا العزيزه والغاليه عليا سببنا ما تسمعوش كلام والدينا سببنا ما تسمعوش كلام والدينا وفي الاخير هذا هو عقابنا يو خاطر المهمات ياي هاك سمع شيم تاني بغيك مهمتي ونموت عليك ونموت عليك ولا يمكن لي نفرط فيك نفرط فيك تاني بغيك مهمتي ونموت عليك ونموت عليك ولا يمكن لي نسمح فيك يا